وتحت طلب الجمهور مسلسل العميلة السرية، أو أما يسمى بمسلسل حب خادع الجزء الثاني. سوف نجيب عن تساؤلات البعض حول نهاية المسلسل العميلة السرية. تنويه: جميع المعلومات التي سوف تشاهدونها في هذا الفيديو من مصدر رسمي، وهو صفحة إنديا فوروم. سأضع في الوصف جميع الروابط حتى تستطيعون معرفة صحة الخبر. حسب ما جاء في آخر الأخبار حول مسلسل العميلة السرية، أنه تم انتهاء من تصويره في الهند. هذا الخبر تم نشره من طرف البطلة الرئيسية للمسلسل العميلة السرية، الممثلة الهندية هيليشا، على حسابها الرسمي. تنويه: تم نشر فيديو على قناتنا دراما هندي تجمعنا يترجم رسالة هيليشا حول نهاية مسلسل العميلة السرية. بعد هذا الخبر ورسالتها المؤثرة، نشرت منصة إنديا فوروم بلسان الصحفية سانشيتا جونجوهونوالا خبرا مفاده أن نهاية مسلسل العميلة السرية سوف يفاجئ الجمهور، والأحداث النهائية سوف يسودها مشاعر الحزن والفرح وخيبة الأمل، مع العلم أن الثنائي والأبطال المسلسل سوف يستمرون معا حتى النهاية. ومن جهة أخرى، صرح الممثل مانسي فاشيستا الذي لعب دور ريان في المسلسل العميلة السرية أن النهاية سوف تفاجئ الجمهور وفيها نوع من الفرح. بالنسبة لموعد العرض، فحسب التصريحات أنه في بداية شهر يوليو سوف تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل حب خادع الجزء الثاني. هذا الخبر الذي انتشر صدى على منصات التواصل الاجتماعي مثل النار في الهشيم، حصل على ردود فعل سلبية جدا من طرف الجمهور الهندي، أبرزها رفض النهاية الحزينة للمسلسل. ومن جهة أخرى، طالب العديد بوجود جزء ثالث من مسلسل حب خادع الجزء الثاني، وأرسلوا طلبات ورسائل استعطاف ورجاء لصناع المسلسل، يطالبون بجزء آخر وبشرط الحفاظ على نفس الأبطال، وخصوصا الثنائي المتميز هيليشا وراهول سودهير، مع موازاة للأحداث النهائية التي سوف تعرض. ننتظر في هذه الأيام رأي وردة فعل صناع المسلسل العميلة السرية حول طلبات الجمهور الهندي بجزء ثالث ونهاية غير حزينة. لهذا لا تنسوا الانضمام لنا وتفعيل الجرس حتى تكونوا دائما الأوائل في معرفة أخبار المسلسلات الهندية. وبطبيعة الحال، إذا رغبتم في طرح أي سؤال حول أي مسلسل هندي، فلا تترددوا في مراسلتنا عبر حسابنا الرسمي على الانستغرام. أخبروني، هل أنتم أيضا أيها الجمهور العربي تريدون نهاية سعيدة للمسلسل العميلة السرية؟ انتهى الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن المسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو، وكلمة شكر منكم تكفيني.